مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. اليوم من الواضح هذا التصعيد الكبير في مدينة سور وضرب الأحياء السكنية والمحلات التجارية الحيوية على الساحل. يعني اليوم هذه المنطقة جدا صحية. اليوم من المعروف هذه المنطقة هي يعني حضور لافت حركة أمل لها في حضور لافت حركة أمل، وأيضا محسوبة على رئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلى ما يبدو بطبيعة الحال هذا التصعيد هو رسالة من الكيان الإسرائيلي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري للقبول بالشروط الإسرائيلية الذي يعني أبلغ المبعوث الأمريكي هوكشتاين إلى الرئيس بري أول من أمس. فبالتالي هذا الاستهداف له دلالات سياسية، وأيضا نحن نعرف أن الكيان الإسرائيلي يعمل على أيضا الاستهداف يعني وعلى تكبير وسعة رقعة الحرب، وأيضا على التصعيد الكبير في المناطق الحيوية. لكن معروف سور هي محسوبة على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبلدية سور هي أصلا كمان محسوبة على نبيه بري. فبالتالي هذه رسالة سياسية لرئيس مجلس النواب للقبول بكل الشروط الإسرائيلية.